سنار، حتى هذه اللحظة ما زال حزب الله يطلق صواريخه باتجاه المواقع الإسرائيلية المختلفة، سواء تلك المتاخمة للحدود اللبنانية أو حتى البعيدة عنها، على اعتبار أن هناك العديد من الاستهدافات كانت في كريات شمونة وحيفا وقاعدة زفلون التي قصفها حزب الله بالعديد من الصواريخ وقصفها على مدار الفترة الماضية، وهو يكرر من قصفه لهذه القاعدة باعتبارها واحدة من أهم القاعدة العسكرية الإسرائيلية التي تطلع بالصناعات العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي فهناك تكثيف لضربات حزب الله باتجاه هذه المنشأة العسكرية. وكذلك كان الحزب قد أعلن عن 13 بيانا أعلن فيها أنه قام بقصف بعض التجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي، من بينها هذا التجمع الذي قصفه حزب الله في مستوطنة المطلق قبل قليل، والتي بتت خالية من سكانها ومستوطنيها خلال الفترة الماضية، واستطاع حزب الله أن يحولها إلى مدينة أشباح وغيرها من المدن المتاخمة لأشخاص الحدودي مع الأراضي اللبنانية، وبالتالي يكثف حزب الله من ضرباته باتجاه بعض المناطق التي طالب الحزب في بيانات مختلفة المستوطنين بأن يمتنعوا عن التوجه إليها، على غرار ما حدث في جنوب لبنان خلال الفترة الماضية من تحديث لتحذير الاحتلال الإسرائيلي لسكان الجنوب بعدم العودة إلى الجنوب إلا بعد انتهاء العملية العسكرية. بالتالي كان رد حزب الله أيضا بضرورة إخلاء مناطق في الداخل الإسرائيلي، وبالتالي العمل على تكثيف الضربات باتجاه هذه المناطق من أجل إخلائها وتفريغها من سكانها، وهو ما يقوم به حزب الله. حزب الله قصف معلوت ترشيحة مرتين، وكذلك قام بقصف مستوطنة برعام والمنارة وكريات شمونة وتجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في العباد، فضلا عن إسقاط مسيرة من نوع هيرمس 450 بصاروخ أرض جو في بلدة دير سريان. وتم خلال محاولة الانتشار قصف هذه المسيرة بعد أن سقطت على الأرض باستهداف صاروخ حزب الله، قام الاحتلال الإسرائيلي بالإغارة عليها حتى لا تقع في أيدي المقاتلين التابعين لحزب الله، ويعلموا ما الذي تم استخدامه فيها من أجل أن تجمع المعلومات عن المقاتلين التابعين لحزب الله. فيما تدور حتى هذه اللحظة الرشقات الصاروخية في القطاع الشرقي وخصوصا في منطقة الخيام، حيث هناك محاولات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الشرقي التوغل باتجاه هذه البلدة، ويعمل حزب الله على قصف كل الجنود الذين يحاولون التوغل باتجاه هذه البلدة. لذلك نلحظ تكثيفا لضربات الاحتلال الإسرائيلي على هذه البلدة في القطاع الشرقي. بلدة الخيام تعرضت لعدد كبير من الغارات منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة في إطار تكثيف ضربات الاحتلال الإسرائيلي عليها، حتى يكون هناك عمل ممر أو تفجير لبعض المنازل المتاخمة للشريط الحدودي أيضا في القطاع الشرقي، على اعتبار أن هناك محاولات مستمرة للتوغل باتجاه نعم. بلدات مختلفة في الجنوب اللبناني من أجل الوصول إلى مناطق أخرى يتم احتلالها، وصولا إلى ما يحاول الاحتلال الإسرائيلي عمله من منطقة عازلة. إذن أحمد مصطفى موفد الغدة من رميش في جنوب لبنان، شكرا لك. ومن حصبية بجنوب لبنان مراسلة الغد كلودي أبي حنة. كلودي اطلعينا على الجديد لديك في ضربات والرشقات الصاروخية وآخر البيانات سواء من حزب الله أو من الجيش الإسرائيلي. طبعا هذا اليوم هو يوم آخر من العمليات العسكرية المتواصلة، سواء من قبل قوات الاحتلال التي شنت جملة غارات على حوالي 15 بلدة في جنوب لبنان، وقبل قليل كانت أيضا تستهدف مناطق في البقاع اللبناني ومنطقة بعلبك. إذن الغارات الإسرائيلية اليوم شملت قضاء مرجعيون، قضاء بنت جبيل، قضاء النبطية وقضاء صور، وعددا كبيرا من هذه البلدات وأيضا البقاع الغربي من جنوب لبنان، وسقط عدد إضافي من القتلى والشهداء في هذه الغارات الإسرائيلية، في حين أن حزب الله واصل استراتيجيته العسكرية، هذه الاستراتيجية التي تتركز على متابعة استهداف المستوطنات البعيدة في عمق فلسطين المحتلة، إضافة إلى التحوط دائما لتحرك
تحركات تجمعات قوات الاحتلال، حيث كان لافتا اليوم استهداف تجمعات لقوات الاحتلال قرب موقع العباد وقرب موقع المنارة، وهذان الموقعان اللذان يطلان على العديسي وعلى مركبة على هذه البلدات في القطاع الشرقي حيث نحن موجودون، تحوطا من أي إمكان حصول تقدم لهذه القوات باتجاه بلدات الحافة الحدودية، لأنه حتى اليوم ورغم كل محاولات التوغل التي قام بها جيش الاحتلال لم يثبت نقاطا في داخل البلدات الحدودية، إنما يعمد إلى تنفيذ خطة تبدو أنها تتركز على تفجير بلدات الحافة الحدودية من دون المكوث فيها لوقت طويل، إذ ما لبث أن تراجع من بلدية الخيام هذه المدينة التي كانت شهدت آخر عمليات التوغل الإسرائيلي، في حين أن الاشتباكات أيضا لا تزال مستمرة بين وقت وآخر على محور بنت جبيل، ولم تتقدم القوات الإسرائيلية حتى هذه الساعة. إذن لا يزال الوضع الميداني مفتوحا على كل التطورات، نقوم بمراقبة هذه التطورات ريثما تتضح الرؤية الأمريكية الجديدة لهذه الجبهة بعد وصول الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وما إذا كان سيعمد إلى تطبيق ما وعد به الجالية اللبنانية من حيث العمل على إنهاء الحرب في هذه الجبهة والتوصل إلى تسوية معينة، هذا ما يتم ترقبه هنا، خصوصا أن هناك مرحلة فاصلة بين الوضع الحالي واتضاح الرؤية الأمريكية الجديدة، وحسب ما نرى ميدانيا أن هذه المرحلة الفاصلة ستبقى عابقة بالتطورات الميدانية. إذن كلوديا بحنا مراسلة الغد من حصبية، شكرا جزيلا لك.